السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة. مصير اتفاق اللجنة السياسية 6+6 لا يزال يواجه غموضا، ولم يحظى بتوافق واسع بعد أن أبدت عدة أطراف سياسية تحفظاتها ومطالبة مفوضية بإعادة النظر في بعض القوانين وفرض عقيلة المزيد من الشروط لانتخاب الرئيس. فما هي شروط عقيلة صالح الإضافية؟ وما هو دور النخب والنشطاء إزاء تلاعب عقيلة وتجاوزات لجنة 6+6؟ وما هو موقف الوسطاء الإقليميين والدوليين والبعثة من ملف الانتخابات؟ هذه الأسئلة مشاهدين وغيرها نطرحها للنقاش رفقة ضيوفنا الكرام بعد أن نتابع هذا التقرير. الموعد الذي اقترحه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإنجاز قوانين الانتخابات وهو منتصف يونيو حل ولا مؤشرات قوية على تجاوز إشكالية ترشح مجرم الحرب حفتر للانتخابات الرئاسية دون تنازله عن منصبه العسكري وعن جنسيته الأمريكية. وفي معرض تعليقها على نتائج عمل لجنة 6+6 قالت البعثة الأممية إن القوانين الانتخابية تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من الأطراف السياسية كي يتسنى إجراء الانتخابات، وهو ما يمكن اعتباره إشارة واضحة وإقراراً من البعثة أن مخرجات عمل لجنة 6+6 لا تمثل مختلف جميع الأطياف السياسية على الأرض. وأعلنت نخب سياسية رفضها مخرجات لجنة 6+6 حيث لاقت القوانين المنجزة من قبل اللجنة معارضة عدد من نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها. في الأثناء أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة إحالة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس نواب طبرق لإصدار القانونين، ولكن عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق أعلن رفض نتائج اتفاق لجنة 6+6 دون السماح لمزدوج الجنسية بالترشح للرئاسة، مضيفا شرط الرجوع إلى منصبه السابق حال عدم فوزه. وقال عقيلة إن أمام اللجنة مهلة أخيرة لإنجاز قوانينه، وإلا فلن تجرى الانتخابات. وفي الأوساط الإقليمية والدولية عبرت بيانات عدد من الدول العربية أبرزها قطر ومصر والسعودية والإمارات وسفارات 6 دول أخرى هي تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن ترحيبها بجهود لجنة 6+6. وبين شروط عقيلة الممهدة لتسلم مجرم الحرب حفتر الرئاسة والمطالبات الشعبية والنخبوية باعتماد قوانين تؤسس لعملية ديمقراطية نزيهة، يظل السؤال إلى متى يظل مصير البلاد مرهوناً بتلاعب الأجسام غير الشرعية وسعيها المستمر في التمديد. وللحديث حول هذا الموضوع دعوني أرحب بضيوفي، ضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، وأرحب أيضا بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور لياء توفيق أبو زيد المحلل السياسي، ومعي من مصراتة عبر استديوهاتنا فيصل معتيق المهتم بالشأن العام. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعكم. أبدأ بك دكتور إلياس الباروني، الحديث هنا يدور حول تحركات البعثة، هناك أخبار مفادها بأن هناك جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين المقبل، مقترح لباتيلي سيتم عرضه لاستبدال اللجنة السياسية 6+6. أيضا كيف ترى التفاعل المحلي لملتقى بوزنيغا وما تم عرضه من قوانين؟
بداية نحييك أخي المعتصم، وحيي أيضا الدكتور توفيق بعد غيبة. وحقيقة أنا عندي شقيق اسمه توفيق، يعني اليوم أنست بتوفيق. وأيضا بالطاقم خلف الكاميرا مشكورين جدا على صمودهم طيلة السنوات الماضية وشدي تناصح. لطالما انتظر الشعب الليبي مخرجات البرلمان طيلة السنوات الماضية وصولا إلى ما يسمى بلجنة 6+6، عندما قام البرلمان بالعمل على تكوينها بعد فشل إحاطة إنجاز هنا التعبير السيد عبد الله باتلي عندما أحاط في مجلس الأمن بتاريخ 27 فبراير الماضي، وقدم مقترحا برفع أو تكوين لجنة رفيعة المستوى على غرار عمل المجلس النوابي وكذلك الأعلى، إلا أن هناك أطراف دولية وخاصة متمثلة في القوى سواء كانت روسيا والصين الذي رفضت هذه الإحاطة، وبدأت أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتعاطى مع هذه مع هذا الرفض، ونزولا إلى ما قام به البرلمان متعلق ب6+6. أيضا هناك أيضا بعض الإرخاصات التي قام بها أو قامت بها اللجنة في خلال اليومين الأولى اجتماع هذه اللجنة، عندها قال نحن في بيان مفاجئ وسريع بأنهم توصلوا إلى شبه إجماع بالكامل حول نصوص هذا القانون، إلا أن بعد استمرار قرابة 3 أسابيع وأيضا ذهاب عقيلة صالح وبشري خالد إلى وزنيقة ثم رجع، هذا يعطي مؤشر بأن هناك دولة بعينها وقوى إقليمية ودولية عملت على إحباط هذا المشروع، مشروع هذا القانون نتيجة السماح للجميع للترشح للرئاسة، وخاصة هنا أعني سيف القذافي الذي تعتبر شخصية جدلية للدول وليس على مستوى الداخلي فقط بل على مستوى الدولي، وخاصة أن هناك صراع ما بين روسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، هنا ألغت هنا حتى نوضح للرأي العام الليبي بأن أمريكا هي وراء فشل اجتماع 6+6، وهذا بطبيعة الحال لصالح القضية الليبية. لماذا؟ لأن هذه اللجنة تعمل وساعية على تفصيل هذه القوانين لخليفة أبو القاسم حفتر، يريدون إدخال خليفة حفتر بأي طريقة كانت، فشل بالعمل العسكري ويريدونه أو بالدخول لسدة الرئاسة عن طريق الباب، وبالتالي هنا على سيد باتلي في إحاطته القادمة، وأنا استبعد أن يكون هناك تصريح أو بمعنى شديد اللهجة موجه للوم للبرلمان والأعلى، ولكن باتت الأمم المتحدة تستمد قوتها من الأمم المتحدة، الأمم المتحدة في الحقيقة هي ضعيفة، تكوينها منذ سنة 1945 لم ولن يتغير للأسف نتيجة سيطرة هذه القوى الكبرى على حقد النقد الفيتو، وبالتالي أصبح هناك صراع دولي على الكيكة الليبية وللأسف. نعم دكتور توفيق، شاهدنا ردود أفعال رافضة من قبل النخب والنشطاء في المنطقة الغربية لهذه المخرجات لملتقى بوزنيقة بأنها لا تنسجم مع الهدف المطلوب وهو انتخابات نزيهة وشفافة، هل سنرى مثل هذه التحركات الشعبية تحركات قانونية أو سياسية؟ السلام عليكم، السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وتحية أيضا لضيفك الكريمين الدكتور الياس وضيفك فيصل. أنا نسيت دكتور أستاذ فيصل، والله سامحني أستاذ فيصل سامحني. نعم. فما نشهده اليوم حقيقة هو استمرار، أولا شكرا للدكتور إلياس على السرد التاريخي لهذا ما حصل، وأيضا نضيف أن ما يقوم ما نشهده اليوم هو فقط نوع من العبث، وأيضا كذلك 6+6 هي ملهاة رماها عقيلة صالح لينشغل بها الجميع طوال هذه الوقت، ونحن لم نكن ننتظر نتائج من البداية لهذا العمل، فقط هو كان فقط للتمديد والتنطيط والدخول في نفق أخرى، وفي الحقيقة هو الوصول إلى هدف كما ذكر ضيفك وحيد، وهو تفصيل هذه الانتخابات إلى على مستوى حفتر بذاته لدخوله للرئاسة، وأيضا عندما ذهب عقيلة صالح إلى 6+6 هو ذهب منه محاولة لإفراغ ما تم
أو للالتفاف على الرفض الموجود لدخول العسكر ومزدوجي الجنسية. ما يعرقل الانتخابات في ليبيا أو ما يعرقل المشهد في ليبيا هو هاتين المشكلتين العويصيتين واللتان باقيتان طالما بقي حفتر في المشهد. إذا لطالما موجود حفتر في المشهد سيبقى المشهد الليبي هكذا إذا لم تحدث قوة خارقة ومعجزة لتغيير هذا المشهد. عقيلة صالح ذهب إلى تشكيل هاتين اللجنتين لإفراغ الاتفاق الأول وترك المواضيع المتفق عليها تم الاتفاق عليها في الاتفاق ولا يوجد عليها جدل، وإن وجد ذلك الجدل يمكن الفصل في ذلك، ولكن حاول الخروج بهاتين النقطتين ومن تم يشتغل عليها رويدر للالتفاف والوصول إلى ما يسعى عليه وهو تفصيلها تحديدا على حفتر، وهو ينجح الآن في بعض الشيء لأنه سمح الآن هذا الاتفاق الذي صرحوا به، ولو أنهم لا يقولون الحقيقة هؤلاء، ولكن ما سمعناه منهم بأنه كما ذكر السرتي على سبيل المثال يستطيع حفتر الدخول للجولة الأولى، وإذا فاز عليه أن يقدم استقالته، وهو نقطة أو مكسب يمكن عقيلة صالح أن يبني عليها، لأن عقيلة صالح يسير بقاعدة فاوض خد ثم فاوض. هو تحصل الآن، هو الآن تقدم خطوات إلى الأمام وسينتظر وسينتقل إلى الخطوة الأخيرة وهو السماح لعقيلة صالح. إذن إجابة على سؤالك، إذا كان للرأي العام تأثير، لم يكن يوما للحضور الشعبي تأثير، لأن لو كان لهذا الحضور الشعبي تأثير لما وصلت الأزمة الليبية إلى ما وصلت إليه، ولا ما استمرت طوال هذه السنة، وأيضا نحن نشفق على هذا الشعب، ولا يمكن انتظار الكثير من هذا الشعب، لأن الشعب لديه من المآسي ومن الظروف الصعبة، وأيضا تخوفه ومخاوفه الأمنية، وكذلك خاض تجارب مريرة الآن وقد مر ويأس، ونحن لسنا في تلك الدول التي قد يخرج فيها المواطن للتعبير على رأيه في نقطة ما. نحن المشهد هنا يحتاج إلى انقلاب فوق رأس على عقب، خروج الشعب بكامله، وهذا لا يمكن أن يحدث. وأيضا كما ذكرت للشعب أسبابه، أيضا النشطاء وما هناك رفض واضح، وكان وكما ساير على سبيل المثال المشري، ساير عقيلة صالح في هذه النقاط. المشري بداية ذكر بأنه هناك خط أحمر، بعد ذلك سرعان ما تجاوز هذا الأخطر وصار خطا برتقاليا إلى أن يكاد أن يكون خط أخضر، وما حصل في هذا الاتفاق الأخير هو أشبه ما يكون خط أخضر للاستمرار في عبثهم والوصول بنا إلى نفق مظلم وطريق مسدود. نعم سيد فيصل العتيق، هنا دور المؤسسات المجتمع المدني، ونحن في معركة انتخابية، أن هناك مطالبات بالانتخابات بشكل ملح من قبل شرائح ومختلف شرائح المجتمع الليبي وبين من يعرقلون تلك الانتخابات. يعني دور المنظمات المجتمع المدني لضمان حدوث انتخابات حرة ونزيهة، وليست انتخابات تكون كجسر لعبور شخصيات جدلية. في معركة انتخابية، أن هناك مطالبات بالانتخابات بشكل ملح من قبل بين من يعرقلون تلك الانتخابات. يعني دور المنظمات المجتمع المدني. طيب، ربما فقدنا الاتصال بالسيد فيصل المعتيق، سنعود إليه بعد قليل ريثما يتم. سيد فيصل، هل سمعت سؤالي؟ عندي شوية مشكلة في الصوت، لكن أنا سمعت معظم السؤال. نعم. عموما المجتمع، أولا نحييك أخوي عصام، ونحيي الإخوة ضيوفك الدكتور الياس والدكتور توفيق. نعم. ونحيي كل المشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة فبراير، قناة تناصح، التناصح، قناة الثورة. عموما الأخ توفيق هو يعني تحدث على المجتمع المدني، وكان يعني رؤوف بالمجتمع المدني. يعني بصراحة ما عندناش مجتمع مدني، بصراحة احنا ما عندناش مجتمع مدني، مجتمع مدني ضعيف جدا، وما عندناش وعي سياسي، وما عندناش حتى وعي وطني. وهذه المشكلة، هي هذه المشكلة بصراحة. المشكلة عميقة. أولا هو المجتمع الدولي
يعني مسيطر ومهيمن على المشهد الليبي، مهيمن على القضية الليبية ويتلاعب بها كما يشاء. والفوضى الخلاقة اللي هي يعني أعلنها في قيام للربيع العربي بصورة عامة في ليبيا، ما زالت الفوضى مستمرة ولم نصل للمرحلة الخلاقة يعني. فالمجتمع الدولي مهيمن، بعض القوى الدولية مهيمنة على المشهد الليبي وتتحكم فيه عن بعد وببيادق داخل الوطن، والمجتمع المدني بصراحة ميت. هناك سلبية كبيرة وهناك عدم وعي وطني وحتى الديني بصراحة، لأن هذه مسؤولية، هذا واجب حتى شرعي، مش غير مجرد يعني واجب وطني، هذا واجب حتى شرعي، أن كل الليبيين يعني مسؤولين على هذه الفوضى اللي نعيشوها، ومسؤولين على بناء بلادهم، ومسؤولين على استقرارها، ومسؤولين على العدالة والمساواة، مسؤولين على الانتقال إلى مرحلة يعني مرحلة بناء، ولا يعني يتقاعسوا إلى هذه الدرجة. سيد فيصل، هناك إشكال يعني تقاعس المجتمع المدني أو مؤسسات المجتمع المدني ربما يؤدي إلى صعود شخصيات جدلية، يعني سنعود إلى المربع الأول إذا ما تم تقرير مصير الشعب بذاته. هذه المجتمع، هذه المؤسسات كيف تبصر المجتمع وتوضح لهم أن أهمية أن يكون هناك توعية لتلك الانتخابات؟ سيد فيصل، طيب ريثمة عموما أنا ما سمعتش معظم السؤال الأخير، ولكن ربما فهمت. المجتمع أخي عصام هو الصراع، هو كله يعني صراع يعني واضح وجلي، يعني صراع واضح، هو عودة الحكم العسكر، عودة هذا المنقلب الذي انقلب في 14 وفشل عندما يعني قام بانقلابه في العاصمة الحبيبة وهرب إلى المنطقة الشرقية ووجد الحاضنة في المنطقة الشرقية. فهو الصراع، هو المشروع، هذا المشروع العسكري، عودة العسكر للحكم، هذا الصراع. وللأسف يعني الدول، المجتمع الدولي اللي هو كان شريك للليبيين في الإطاحة بحكم العسكر الأول والإطاحة بالدكتاتورية، هو الراعي لهذه الدكتاتورية الجديدة، هو الراعي لحكم العسكر الجديد. وهذه الإشكالية، هذه مشكلة، يعني الأمر، يعني الأمر سيستمر بهذا الشكل أو ربما حتى يسوء أكثر من هذا الشكل إذا استمر الليبيون بهذه المواقف الهزلية وبهذا التقاعس وبهذه السلبية. احنا نحتاج إلى انتفاضة مثل الانتفاضة الأولى، مثل انتفاضة فبراير، ولكن هذه الانتفاضة هي انتفاضة وعي، يعني بإذن الله لا يتطلب الأمر صراع عسكري وصراع مسلح، لكن يتطلب صراع وعي، إدراك أن الليبيين يعني أن مصلحتهم في تغيير الواقع هذا، في مصلحتهم في 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 ترتيب أمورهم، في أن الذهاب إلى انتخابات نزيهة حرة شفافة يشاركوا فيها الليبيين، ولكن فيها قواعد منطقية وقواعد صحيحة وتبني مجتمع صحيح وتبني دولة صحيحة، لا يمكن السماح للمجرمين بأن يتصدروا المشهد وبأن يعني، ولا يمكن السماح لعودة العسكر، ولا يمكن السماح لعودة الدكتاتورية، والله الحكم القبلي، يعني هذه الأمور اللي ثار عليها الشعب الليبي يجب حاليا، يجب أن الشعب الليبي ينتفض مرة أخرى لتطبيقها على أرض الواقع لكي تصبح واقع يعني فعلي. نعم. طيب ابقى معي سيد فيصل معتيق. دكتور إلياس، البعثة الأممية قالت إن نتائج عمل اللجنة السياسية 6+6 تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من الأطراف السياسية، هذا من جهة، وهذا ما لم يتم، أن هناك اختلاف كلي على مخرجات اللجنة 6+6 بدليل أن الذين خرجوا ببيانات من النواة ومن أعلى الدولة رفضا لتلك القوانين التي أقرت في بوزنيغا. من جهة أخرى قالت أن هذا القبول وهذا التوافق بين الأطراف السياسية سيؤدي إلى إجراء الانتخابات، وإذا لم يتم التوافق فلن تجرى الانتخابات، ما دلالة ذلك؟
يعني ما هي الأطراف السياسية التي أبدت ارتياحها تجاه هذه الاتفاقية؟ بطبيعة الحال لا توجد هذه أولا. ثانيا حتى الرأي العام الآن وكذلك أيضا حتى النخب المتخصصة في الجانب الأكاديمي من الناحية السياسية والقانونية والحقوقية يعني لم تبدي ارتياح حول هذه النصوص أو نصوص هذا القانون. نعم. كذلك أيضا فيما يتعلق بعدم وجود ردة فعل دولية، لم نسمع إلى تصريحات واضحة من قبل الدول الفاعلة في المشهد الليبي شقيها السلبي أو حتى بالإيجابي، لم نسمع ردة فعل تجاه ما قامت به هذه اللجنة، وأيضا ردة الفعل تجاه المشري وانسحاب المشري وكذلك صالح. قد يتوقع حتى البعض وأيضا يشير بأن إحاطة سيد باتلي في يوم 19/6 سيطالب بإصدار العقوبات. في الحقيقة لا أتوقع ذلك. لماذا؟ لأن من أبطل وفشل لقاء 6+6 هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بطبيعة الحال، وهنا أيضا لا يوجد اتفاق جامع بين هذه الدول حول العقوبات. عقوبات ضد من؟ ضد أمريكا، ضد روسيا، بطبيعة الحال هذا لا يحدث. هذا أولا. ثانيا الآن على الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها وروسيا أيضا والذي الدول التي تدور في فلكها ينبغي أن تكون أن تتخذ قرار واضح وصريح وأيضا تاريخي يحسب لهم أو يحسب للأمم المتحدة إن كتب لها أن تستمر. والنجاح هو تعطيل أو سحب الثقة أو الشرعية من البرلمان والأعلى. نعم. عملت الأمم المتحدة في السابق أثناء ثورة فبراير 2011 تم سحب الاعتراف بحكومة القذافي أو بنظام القذافي واعترف مباشرة بمجلس الانتقالي. لماذا لا يفعلون ذلك الآن؟ يعلمون جيدا بأن سبب الأزمة الليبية واستمرارها والتلكع والأسلوب الركيك للبرلماني والأعلى، بالتالي ينبغي على هذه الدول أن تكون فعلا صادقة مع نفسها ولا تمارس النفاق السياسي تحت الطاولة وفوق الطاولة، تقول نحن مع الديمقراطية، مع التداول السلمي على السلطة، نحن مع جمع السلاح ومساعدة ليبيا في تخطي هذه الأزمة التي طالت بالأمد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلى غير ذلك. وبالعكس حتى أصبحت أضرار تلحق حتى الأوروبا الآن. الآن عندنا مشاكل سببت الأزمة الليبية مشاكل لهذه الدول، دول أوروبا الآن. الهجرة غير شرعية، عدم الاستقرار السياسي، أيضا انتشار الإرهاب. نعم. جماعات إرهابية تدخل هنا وهناك من الجنوب الليبي، أقصد هنا الدول الجوار الطوق الليبي إلى أوروبا. وبالتالي ينبغي الآن على بريطانيا بالذات وهي تتدخل في الشأن الليبي بشكلها السلبي والإيجابي إلى حد ما تحت الطاولة، ولا نسمع لها صوت ولا تصريح. أمريكا فقط تتكلم، ولكن بريطانيا هي لها يد العليا. فرنسا تدير ملف بأكمله تحت رؤية سيطرة فرنسا على شمال أفريقيا متمثلة في دولة ليبيا. وبالتالي ينبغي الآن على هذه الدول أن تكون واضحة وصريحة وشفافة، وهذا لا يحدث بطبيعة الحال ولا نتوقع أن تعمل ذلك. بالمقابل أيضا عندنا عقدة يا سيد معتصم، وأيضا دكتور توفيق والسيد فيصل، عندنا عقدة في ليبيا هي عقدة الخواجة. الأجنبي والعيون الزرقاء والشعر الأصفر صحيح جميلة وهيئتهم جميلة، ولكن ليس على حساب السيادة والقيم والدولة الليبية. يا شعب الليبي، ليبيا الآن ذاهبة ومباشرة وبسرعة 200 كيلومتر في الساعة إلى أن تكون دولة فاشلة، بسبب أن السفير معقولة سفير يتجول في ربوع ليبيا بسيارة فارية وحماية ويستقبله الرئيس والرئيس المجلس الرئاسي وأعضاء البرلمان وكأنه رئيس دولة. وبالتالي عليكم يا شعب الليبي عقدة الخواجة هذه يجب أن تنحوها. أنت يا مسؤول يا عضو البرلمان، أنت يا عضو المجلس الأعلى، أنت يا رئيس دولة ليبيا، أنت يا رئيس المجلس الرئاسي، عليك أن تحترم قيمتك وليبيتك وأفريقيتك وأيضا تاريخك العريق. ودولة ليبيا لها تاريخ قديم، يعني عمر ليبيا 12000 سنة، يعني مش أمس ولا مش 24 ديسمبر، لا 24 ديسمبر جددت
جددت قيام الدولة الليبية التي كانت مهد الحضارات، وبالتالي على المواطن الليبي أن يعي جيدا بأن قيمتك في احترامك لنفسك، قيمتك وعودة السيادة الليبية حتى تحترم نفسك، مش تنزل وتنزل راسك لأمريكي ولا لروسي ولا الفرنسي. التاريخ خارج يجري مرة واحدة، يا تكون رافع راس يا تكون نازل وتنفذ في الأوامر. أمريكا تسعى بكل قوة إفشال الانتخابات وتريد فرض أجندة معينة، روسيا كذلك أيضا تريد فرض سيف القذافي بأي طريقة كانت. لماذا؟ لصمت الشارع الليبي. الشارع الليبي الآن يريد يأكل ويشرب، صحيح، ولكن ينبغي عليك أنت لا لو ما تحافظش على دولتك. راه ليبيا ذاهبة مش للتقسيم، لا ذاهبة أن تغيب دولة ليبيا، وتلك الأيام ندولها بين الناس هذه آية واضحة. هناك أمم اختفت على الخارطة الجغرافية، هناك حضارات اختفت. عليك أنت الشعب الليبي الآن في موقف صعب، في موقف تاريخي، يا تكون دولة ليبيا حقيقة يا تكون دولة فاشلة وتختفي دولة ليبيا، وخلينا نمشي لدول الجوار. وعليكم السلام. نعم. طيب دكتور توفيق، يعني نقاط مهمة ذكرها الدكتور إلياس الآن، ولكن من ضمن هذه النقاط أيضا خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة يعني كان له موقف عندما قام بإحالة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس نواب طورق لإصدار قوانين. هناك من انتقد هذه الخطوة في تماهي خالد المشتري مع ما يريده نواب طبرق وقيل صالح. أعتقد المشري مثله مثل الآخرون فقدوا بوصلتهم، والمشري فقد بوصلته تماما وليس ولم يعد الآن لديه برنامجه الخاص. نحن نعلم عندما في البدايات الأولى كانت لديه خطوط حمراء كما ذكرنا، والآن ينتقل وهو فقط ما في أعتقد ما في جعبته هو تصفية حساباته مع حكومة الوحدة الوطنية. أعتقد أنه ما يؤثر عليه مباشرة وما أفعاله وأقواله تحت تأتي بتأثير نتيجة لحكومة وجود حكومة الوحدة الوطنية. ونحن ندعوه ودعوناه أن يكبر عن ذلك وأن يتجاوز من أجل مصلحة الوطن، وأن يسير مع إذا كان هو يعتبر من حماة هذه الثورة ومن حماة من فبراير وحريص على قيام الدولة. فنحن ما كل ما مطلوب منه عقيل صال المشري هو انتخابات تكون كما ذكر ضيوفك وفق القوانين والمعايير الدولية. لا يجوز لمزدوج جنسية أن يدخل في انتخابات رئاسية. بمعنى هذا مطلب ليس مطلب ليبي صرف، أو هذا مطلب حقيقي ومنطقي وواقعي، ويجب أن لا يتجاوزه المشري مهما كانت الأسباب ومهما كانت الضغوطات. وعودة إلى سؤالك إذا كان نعم، سألتك على أن خالد المشري يعني تماهى مع مشروع القانون الذي نتج في بوزنيغا وقدمه للنواب والأعلى للدولة. نعم، هو للأسف يقع هو مسؤوف عليه هو وباتيلي، لأنهم هم هو استطاع عقيلة صالح جرهم إلى المربع الذي أراده. هي في الحقيقة منذ البداية ما يعرقل هي هاتين النقطتين، وكل ما يقوم به عقيلة صالح هو الالتفاف على هاتين النقطتين، وهو يسير وفق برنامج معين بحيث يتم الإيقاع بهؤلاء. والآن كما ذكرت المشري صار أبعد من المنتصف، هو اقترب كثير من، ونحن نستهجن ذلك أنه في الوقت الذي سمعنا على سبيل المثال السائح يرفض ما جاء في هذا عمل 6+6 لأنه لا يتفق، وأنه لا يجوز لمزدوجي الجنسية دخول انتخابات رئاسية. أين عقل المشري من ذلك؟ أين عقله في هذا في هذه النقطة تحديدا؟ هل فقد صوابه بفعل تأثير حكومة الوحدة الوطنية على أدائه؟ لأن الجميع يتفق، ليس هناك من يختلف على هذا إلا صاحب مصلحة وعقيلة صالح. عقيلة صالح هو في أرضية في موجود في منطقة تطاله نيران حفتر وأبناء حفتر، لا يستطيع الفكاك من إرادة هؤلاء، وبالتالي هو يتناغم معهم تارة إلى أعلى وتارة إلى أسفل. أما ما عذر وما قول المشري عندما يتنازل على هذه التوابت الحقيقية ويتماهى مع ذلك، وأيضا
ونحن حتى ولو ساروا في هذا الاتجاه إلى آخره لن تقوم هذه الانتخابات، وإن قامت فهي انتخابات معيبة، وهذا ما ينادي به الجميع أن تكون انتخابات حقيقية تؤدي إلى استقرار حقيقي. ليس الهدف فقط أن نذهب إلى انتخابات ودخول على سبيل المثال العسكر، والعسكر يسيطر على جزء كبير من هذا الوطن. طيب. نعم أخي الكريم. طيب. سيد فيصل معتيق، يعني أيضا خالد المشري عندما أبدأ وقال أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة هو تعديل نهائي وملزم، إلا أنه يسعى ويذهب إلى المزيد من التنازلات سمها، وهناك من تحدث على أنها مزيد من التفاهمات، ولكن في واقع الأمر أنها تنازلات لم يرضى عنها شريحة كبيرة من النخب السياسية، كيف تعلق؟ خالد المشري بالإضافة إلى الكلام اللي قاله الأستاذ توفيق، يعني خالد المشري هو جزء من هالمشروع، هذا مشروع تصالح مع حفتر ومشروع مشاركة حفتر بدون ما يكون حتى فيه يعني نتائج، حتى فيه مقابل. يعني شفنا احنا فتحي زي فتحي، يعني غير الدور يختلف بس، لكن هو نفس الشيء، هو شريك لفتحي وشريك لمحمد صوان وشريك لهذا التيار في ما قاموا به مع مجرم الحرب حفتر. هم يعني ذهبوا الى مجرم الحرب حفتر من يعني تنازل يعتبر استسلام، ولكن بكيفية سياسية، وللأسف يعني هذه كارثة. فخالد المشري يعني جزء من هذا المشروع، ولكن دوره يختلف عن فتحي، وهم تو شافوا النتائج وهم تورطوا في هذا الأمر، وما عندهمش يعني العزيمة، وما عندهمش الإرادة، وما عندهمش الوعز الديني والوطني أن هم يتراجعوا على هذا المشوار ويصارحوا الناس ويقولوا على أساس أن حتى لو كانت نيتهم سليمة أن هم ذهبوا إلى المنطقة الشرقية من أجل التصالح، من أجل وحدة الصف، من أجل وحدة البلاد، من أجل تجاوز الماضي، ولكن وللأسف لم نجد شريك في هذا المشروع، لم نجد شريك في مشروع وطني، ما وجدنا إلا شخص متربص بالسلطة يعني ومجرم، يعني جرائم إلى حد الآن لم تكتشف، جرائم من 4 أو 5 سنوات، جرائم تنشر في هم بروحهم يسجلوا فيها في الفيديوهات يعني وينشروا فيها، يعني هذا الموضوع هذا اللي صاير في الشرق وصار في الجنوب وكاد ان يستولى حتى على المنطقه الغربيه. مشروع مش بسيط، هذا مشروع وراه مخابرات دوليه، وراه اجنده دوليه، يعني الى هالدرجه يعني انتهاك لحقوق الانسان بمسانده دوليه. نعم. بمسانده الدول التي تتشدق بحقوق الانسان، التي تتشدق بالعداله، التي تتشدق بالحريه، يعني تساند في مشروع دكتاتوري. واخر شيء شفناه في زيارته لايطاليا، شفت الاستقبال، يعني استقبل يعني عسكري ما عنداش يعني صفة القائد الأعلى على مستوى ليبيا، لا هو مجرد هو شخص عسكري يعني وعنده زي ما تقول قوات مسلحة، ولكن لا يمثل الدولة الليبية، ويستقبل بهذا الاستقبال، ويعني في انتهاك حتى السيادة الليبية، نعم، العلاقات الدولية بهذه الطريقه، يعني استهتار و و و و و و امعان في 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 انتهاك يعني السياده الليبيه وتقديم الاهانات للشعب الليبي، ولكن الشعب الليبي هو عموما يستاهل، لان طالما هو الشعب الليبي يعني نايم بهذه الطريقه يعني والامور تجري بهذا الشكل وهو نايم ومجرد يعني حديث في المواقع التواصل الاجتماعي، نعم، وهدرزه بس، وبعدها يرقد وكانه ياخذ حتى في المشهد كانه يعني فيلم يتفرج عليه. هذه مشكله، هذا شعب يستاهل، هذا شعب يعني عنده استعداد لقبول العسكره ولقبول الدكتاتوريه ولقبول الاستعباد، هو شعب خلاص هو يعني مقدم رقبته للمحصله زي ما يقولوا السلاسل، يعني ما عندهاش مشكلة يعني. طيب. بصراحة وللأسف يعني، لكن حتى لا يعني لا نكرس هذا الجانب المظلم، عموما فيه نوع من الصحوة في طبقة معينة، في طبقة فبراير اللي تحدثت عليها، هي لازم رجوعها للمشهد. فبراير هي اللي انتفضت، هو مش كل الشعب الليبي انتفض، هو جزء من الشعب الليبي، هذا الجزء اللي ضحى بالغالي والنفيس
واللي يعني يعاني المعاناة الحقيقية. هو لازم أن يرجع للمشهد، هو المسؤول على بناء الوطن، هو المسؤول على إزاحة هذه الوجوه الكالحة، هذه الوجوه المجرمة بمختلف مشاربهم ومختلف طوائفهم، وحماية الوطن وبناء الوطن على أسس سليمة وعلى أسس حقيقية. من ضمن الرجوع هذا أن يعني تو في مساعي، وأعتقد بدأت في إعادة اتحادات ثوار في المدن المختلفة، في المدن الثائرة، وبناها على أسس سليمة وأسس حقيقية. طيب. تجمع الصف ولا تفرقه، وكذلك هناك مساعي لانتخاب قيادة للتيار المدني، التيار اللي يمثل فبراير، وبإذن الله سيتحقق في القريب العاجل. وهناك قوة انبثقت والحمد لله، اللي هي جهاز قوة أعتقد القوى المساندة، وهذه قوة بإذن الله نستبشر بها، وبإذن الله ستكون يعني هي الأساس إن شاء الله. طيب. في رجوع طيب. ثورة فبراير ورجوع فبراير للمشهد من جديد. طيب. بقوة. ابقى معي سيد فيصل المعتيق. دكتور إلياس، يعني الآن إذا ما تناولنا تصريحات المفوضية، هي الآن ظهرت بتصريحات نارية، تصريحات يعني فيها توجيه سهام إلى تلك الإرسام، أنها عندما قالت لن أقبل بمن لديه جنسيتين هذا المنصب السيادي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تتحدث عن نقاط مهمة جدا لها يعني الفصل في قضية الانتخابات، لن تقبل بمن لديه جنسيتين، أيضا من المستحيل إجراء انتخابات ثلاث أجسام في وقت واحد، انتخابات مجلس برلمان، انتخابات الشيوخ، انتخابات الرئاسة. كيف ترى هذه التصريحات؟ أولا محقة في جانب، وغير ذلك في جانب آخر، هناك أمور فنية لوجستية ينبغي على لجنة 6-6 أن تراعي بعض النصوص القوانين في مشاورة المفوضية. ينبغي أن يكون هناك عضو في المفوضية العليا يشارك في صياغة بعض النصوص، لأن هناك بعض المواد ينبغي أن تراعي عمل المفوضية والآلية التي تشتغل عليها المفوضية، حتى لا تكون النتائج قابلة للتعول من الناحية الفنية من اختصاصات المفوضية. هذا محق في ذلك. أما فيما يتعلق بزوجية جنسية، هذه لا يحق للمفوضية العليا أن تناقش أو تفرض أو تعطي رأيها في هذا الجانب. هذا رأي قانوني أو رأي دستوري بالأحرى اهتم بها السلطة التشريعية. صحيح السلطة التشريعية فقدت الشرعية، ولكن هي أمر واقع الآن، وللأسف في ظل صمت شعبي، وأيضا في ظل أيضا تماهي وتعاطي الدول مع الجسمين سواء كان على المستوى البرلماني أو الأعلى، بالتالي على المفوضية العليا أن تعمل على كيفية علاج مشكلة التزوير في الرقم الوطني، وأيضا بعض البطاقات التي صدرت للمترشحين في للناخبين في السنة الماضية، حوالي 2,800,000 بطاقة الآن ينبغي إعادة النظر فيها. نعم. أيضا تهتم أيضا، وهي نقطة أيضا محقة، في متعلق بكيفية أو المدة الزمنية لفتح باب الترشح من جديد. يعني هل البرلمان، أعضاء البرلمان الذين تم تزكيتهم وتقديم أوراقهم للاعتماد، هل يعتمد عليهم فقط وفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ، أو تغيير أو فتح باب ترشح من جديد؟ هذه بطبيعة الحال تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أيضا إلى قرار وأيضا نص قانوني يوضح لمصير هؤلاء. يعني حوالي كم مترشح على مستوى البرلمان؟ تقريبا يعني 500 شخص تقريبا، يعني دفعوا أموال أيضا، جهد، وقت. أيضا أنا أنصح حتى هنا البرلمان قرابة 5,000 دكتور إلياس، 5,000 عفوا، 5,000 نعم. ناحية الصفر اليوم. نعم. فعلى أيضا أنا أطالب هؤلاء جميعا أن يرفعوا قضية ضد الدولة، لأنهم في الحقيقة شخص يعني لمدة 4 أشهر تقريبا يجهز نفسه وأكثر من ناحية المادية والنفسية والجلوس والتزكية والفرز التي تحتاج إلى أيضا جهد. بالتالي كل هذه الأمور تحتاجها المفوضية العليا في هذه المسألة. أيضا هناك مسألة أنا أشرتها إليها قبل قليل، ولكن حتى أركز عليها، ينبغي المفوضية العليا أن تهتم مع الحكومة، مع وزارة الحكم المحلي، مع أيضا السجن المدني وزارة الداخلية في مسألة إصدار بطاقة رقمية.
صحيح الحكومة في الاجتماع تقريبا اجتماعها الرابع عشر أشارت لصدور جواز سفر رقمي وكذلك أيضا بطاقة شخصية رقمية، وهذا يعتبر ثلاثة كود، يعني الكود الخاص بالرقم الوطني، الكود الخاص بالشخص المعني، والكود أيضا خاص بوزارة الداخلية غير قابلة للتزوير. هذه العملية مفروض أي العملية الانتخابية تأتي بعد إصدار هذا النوع من البطاقات، وهنا أشكر حكومة الوحدة الوطنية على هذا العمل. هذا يحتاج إلى وقت في الحقيقة، يحتاج لا يقل عن 6 إلى 7 أشهر إذا كان هناك فعلا جهد مبذول. بالتالي ينبغي أن تتيح الفرصة ووقت كافي هذه المفوضية. هذا يقودنا إلى التساؤل، هل كل هذه المشاكل والعوائق التي ذكرناها الآن تأتي الانتخابات في هذه العملية؟ بالحقيقة إذا تجاوز كل هذه الأمور وتأتي الانتخابات أو نجحت هذه الانتخابات تعتبر انتخابات باطلة وغير نزيهة وغير عادلة. طيب دكتور توفيق، اتفاق لجنة 6+6 تضمن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للدور الأول من الانتخابات الرئاسية في محاولة لإرضاء عقيلة وحفتر، ولكن اللجنة كما يبدو كما يقول البعض في هذا التعليق أغضبت كليهما واشترط عقيلة ألا يتنازل المترشح عن جنسيته حتى يفوز هذا المترشح. كيف تعلق على ذلك؟ نعلق من البداية، ليس هناك رغبة أكيدة في نقل الدولة من حال من هذه الحالة إلى حالة إلا تحت وفق منظارهم، تحديدا عقيلة صالح ومن ورائه حفتر. فكل ما يقومون به هو فقط يسير في اتجاه واحد، يجب ألا يكون هناك نقطة جدل إطلاقا حول مزدوجي الجنسية إذا كنا فعلا عقلاء. ذلك لا يختلف عليه اثنان حول العالم، ولا توجد، اذكر لي دولة في العالم لديها رئيس مزدوج الجنسية. إذن كان في البدء كما ذكر دكتور توفيق من ليبيا الجديد، وبالتالي نعم نحن فقط كل ما يصنعونه هؤلاء هو فقط عبث وضياع لهذا الوقت. أيضا كما ذكرت سابقا عقيلة صالح كل مرة يتحصل على شيء، هو شكل لنا 6+6 للوصول إلى هدفه الرئيسي، والآن ذكرته في السابق بأنه فشل لأنه لم يحقق شيء، ولكن اتضح الآن أنه نجح لأنه استطاع الحصول على الأقل دخول المرحلة الأولى لحفتر أن يدخل المرحلة الأولى، والآن يقاتل من أجل المرحلة الثانية، ورفض هذه الانتخابات لأنه لا يريد التنازل عن الجنسية بالإطلاق، بل يدخل. وهذا هو وهنا المشكلة، وهنا تعليقنا على السيد السايح. فعلا هو وجه لطمة قوية للمشري، لأن كان المشري كان عليه أن يعي الحقائق مثل هذه الحقائق، أنه لا يجوز لمزدوج الجنسية، نقطة من أول السطر، لا يمكن نتخلى عن هذا الشرط مهما طال الزمن. لكن عفوا دكتور توفيق، لاش المفوضية أن يقول والله ربما في هذه النقطة، ونحن أنا ربما هو السند إلى ما لديه من قانون يمنع، وربما المنطق عموما أنه يمنع بكل لابد مزدوجي جنسية لا يمكن أن يكون رئيس دولة. عندما يكون أمر الحرب ضد تلك الدولة لأن من مهام الرئيس هو إعلان الحرب، سيعلنها ضد من؟ هل يعلنها على نفسه أو يعلنها على الآخر وهكذا؟ إذن هناك نقاط لا يمكن التجاوز عليها، وهذا ما المريب، أن أين عقل المشري من هذا؟ نعم هم يريدون كسب الوقت، نتفق على ذلك، وأيضا من حسن حظ هذا الشعب أننا الآن في حالة رفاهية بعض الشيء، وبالتالي داحهم هم يعبثون وستتساقط أوراقهم ولن يصلوا. وأيضا عطفا على باتيلي لابد أن نعود إليه، وكأنه خارج هذا المشهد للأسف الشديد، وهو كان مفترض أن يقود هذه المرحلة وكانت تكون له القول الفصل وأن يكون اليد له العليا، ولكن للأسف صار طرف منتهي في هذه دقيقة فقط المفوضية ممكن تستند على القانون الليبي لا يسمح بالمزدوجية الجنسية في تولي المناصب الإدارية، هذا الآن ساري المفعول لم تتغير. ممكن من هذا المنطق ممكن أعلنت هذا الإعلان يعني. طيب ربما هي نقطة جدلية سأحتاج إلى نقاش بشكل أوسع، ولكن دعنا نترك الفرصة لضيفي فيصل المعتيق
تلويح باتيلي، ذكرنا باتيلي الآن سيد فيصل، يعني أن فيما سبق لوح باللجوء إلى حلول بديلة عن مجلس النواب ومجلس الدولة، ولكن هذا كما يبدو أمرا صعب المنال، يعني أيضا أمام تذرع الطرفين بأن الحل يمكنهم بأن يكون الحل ليبي ليبي، وهو من باب المداهنة دعنا نسميها أو الخداع لباتيلي، وانطلت عليه هذه الفكرة أن الحل يمكن أن يكون ليبي ليبي ورفض أي إملاءات خارجية. كيف ترى هذه اللعبة، أن باتيلي يلوح بأن يكون هناك حلول بديلة عن النواب والأعلى للدولة، والأعلى للدولة والنواب يوهمون المجتمع الدولي بأننا لا نريد حلول خارجية وإملاءات خارجية؟ نعم، هذا اللي حدث صحيح، عندما يعني أصبحت المشاريع الأمم المتحدة ليست في صالحهم وربما ستقصيهم، يعني رجعوا لهذه الاسطوانه، رجعوا لموضوع الليبي الليبي، وهذا عمل واضح يعني فيه بصمات المخابرات المصريه. يعني بصراحه يعني مش معقول، يعني احنا يعني المفاوضات والاستشاره تتم في مصر، مش معقول تتم في المغرب، مش معقول في هذه الدول، يعني والله الاردن مش معقول، يعني شيء بننتظر ان شيء بيكون، شيء بتكون النتائج اذا كان احنا يعني كانوا الوفود تذهب للاردن وتذهب لمصر وتذهب للمغرب، يعني اكيد يعني فيه موضوع يعني مطبوخ، يعني في اجراءات محاوله هو الخروج بمخرجات ليست مع الإرادة الوطنية وليست في مصلحة الشعب الليبي كما نريدها نحن أبناء فبراير، أبناء التغيير، أبناء طامحين لدولة مدنية، طامحين لدولة المؤسسات، مش هتكون بهذه الطريقة. لكن أنا بصراحة أنا بنختلف مع أخويا الدكتور الياس. نعم. والله يا دكتور الياس لو فيه وعي الشعب الليبي، لو فيه وعي هذه هم الناس اللي متقدمين للانتخابات سواء في الـ في الـ في الـ في الجسم التشريعي او في الرئاسه، وهم مواقفهم في هذه المرحله اللي نمر بها بهذا الشكل، هذه هم ناس يجب ان تعلق اساميهم بانهم هم المحرومين، يجب ان يتم حرمانهم، يتم اقصائهم من هذه الانتخابات. يعني الناس يعني متقدمه لهذه المناصب والوطن يعني يمر بهذه المرحله التعيسة بهذا الصراع، بهذا يعني هم شي بيديروا، معناها شي بيديروا للوطن، يعني هذيما جايين مجرد المرتبات، جايين للفلوس، هذيما يجب ان يتم اقصائهم، يتم ابعادهم، وليس لهم اي حق في الانتخابات. مش ممكن يعني هذا يعني يمثل التخلف، يمثل فعلا الغياب الوطنية في ضماير الليبيين أو معظم الليبيين، ما نبيش نجمن معظم الليبيين. مش معقول يعني ناس متقدمة لهذه المناصب، ناس متقدمة لهذه المسؤولية والوطني مر بهذه الأزمة وبهذه المحنة وبهذه الكارثة، يعني وهم مواقفهم بهذا الشكل لا نراهم لا في الساحات ولا في على الإعلام ولا في منتديات ولا في وقفات، ولا مش معقول يعني هذا مش شيء جيد، شيء بيديروا هذه. نعم. طيب يعني مش اي حق، لا يمكن. وصلنا الى ختام هذه الحلقه، ولكن في اقل من دقيقه دكتور الياس تود ان تعلق على حديث الاستاذ فيصل. نعم، في نصف دقيقه. الان ينبغي الان الشعب الليبي ان يقول كلمته. هناك حلين، الحل الاول ثورة شعبية عارمة بقيادة سياسية وقيادات عسكرية، وهنا أقصد بقيادات العسكرية الشريفة، يجب أن تلتحم مع الشعب الليبي لإنهاء هذه الأسام وإعلان بيان رقم واحد، أو العودة للشرعية الدستورية سنة 1951، دع الشعب الليبي عند الملكية الدستورية وأنا أعني، وإنهاء هذه الأسام وكفانا عبثا بالأمن القومي والسياسي والاجتماعي. نعم دكتور توفيق، نعم تريد ان تعلق؟ نعم، ليس تعليقا، في اقل من نصف دقيقه. هناك ما فاتني القول حول باتيلي. طيب. اعتقد انه وصلت اليه الرساله. نعم. عند لقائي بالاطراف المدنيه. نعم. بانه لا مجال لقبول العسكر، وبالتالي هو في مازق. طيب سيد فيصل لك تعليق ايضا، تفضل. انا نوافق الدكتور الياس في الاولى، يعني لازم ان تكون في صحوه وطنيه، صحوه حقيقيه لأبناء الوطن، بأن بصراحة يعني ينقذوا بلدهم وينقذوا أبنائهم وينقذوا. نعم. مستقبلهم، يعني طيب. هذه سلبية، يعني هذه مدمرة، هذه كارثة يعني. ولكن إن شاء الله قلت لك أنا في جزء من الصحوة. نعم. إن شاء الله لأبناء فبراير
لان ابناء فبراير هم اللي ممكن يرتجى طيب. منهم ان يعني يوقفوا عن الوطن زي انتهى الوقت فقا. انتهى الوقت. شكرا لك فيصل معتيق المهتم بشان العام، كنت معي من استديوهاتنا في مدينه مصراتة. ايضا شكرا للدكتور توفيق ابو زيد المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور الياس الباروني هو عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه نالوت. شكرا لكم جميعا ضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام، الى هنا وصلت واياكم الى ختام هذه التغطيه. حفظ الله ليبيا ودمتم في امان الله.